يعطيكم العافية شباب وصبايا. بهذا الباوربوينت حنحل بروبلم 27 اللي هو صفحة 100. اوكي، قايل لي بهذا السؤال في عندي هذا الادجيسنت فيجر از درون تو سكيل هاف. هلا شو يعني سكيل هاف؟ يعني معناتها كل 1 سنتيمتر على الفيجر او على الجراف هو عبارة عن 2 سنتيمتر. Here we have some successive positions of a puck moving along a circular path of center O. The time interval separating any two consecutive dots is constant and equal to 15 milliseconds. طبعا هون مباشرة بنحولها ل second، بنقسم على 1000 فبيطلع 0.015 second. اوكي، البارت الاول عم يقول لي calculate the speeds of the puck at positions M3 and M5. بس يقول هون speeds، يعني بيقصد هون ال instantaneous speeds. Okay, so to calculate the speed at M3 at instant T3, okay, it is equal to M2 M4 بناخذ اللي قبل واللي بعد divided by 2 tau. هلا how to calculate M2 M4 we have to use the ruler, okay, and measure the distance between M2 and M4. Okay. هلا في اذا استعملنا المسطرة حيطلع المسافة بين الام 2 والام 4 3 سنتي. اوكي، هون على الفيجر حيطلع معك 3 سنتي. هلا لرجعها لاصلها هذه المسافة بضربها باثنين، لانه كل 1 سنتيمتر هون على الفيجر it is equal to 2 سنتيمتر، ف it is 3 سنتيمتر هون اللي قسطها بالمسطرة، بدنا نضربها بالسكيل اللي عاطيني اياه اللي هو 2 سنتيمتر. طبعا بنحولها لمتر بنقسم على 100، وهون 2 تاو يعني 2 تايمز 15 30 ملي سكند، بنحولها لسكند بيطلع معي الجواب 2 متر بير سكند. وات اباوت ذا سبيد ات ام 5؟ كمان بناخذ اللي قبل واللي بعد ام 4 ام 6 على 2 تاو، اند وي ميجر ذا ديستانس بتوين ذيس تو بوزيشنز. فبنحط المسطره بين الام 4 والام 6، كمان بيطلع قياسها 3 سنتي، بس بنضربها نحن بالسكيل حتى نحصل على الريل ديستانس، فبنضربها باثنين بيطلع معي 6 سنتي. طبعا بنحولها متر، والملي سكند بنحوله لسكند، وي ويل هاف ذا سيم انسر از V3. اوكي، بهذه الحاله حلينا او عملنا كالكوليشن للسبيدز V3 وV5. البارت بي عم بيقول لي represent the velocity vectors v3 and v5، يعني بدي ارسمهم، بدي ارسم هود ال velocity vectors v3 and v5 by using هذا السكيل. عطيني هذا السكيل. اوكي، طيب هلا ليش عطيني هذا السكيل؟ حتى حول لانه بدي ارسم انا ال velocity vectors. لارسم ال velocity vectors بحاجه لمسطره، ومثل ما بتعرفوا المسطره it is graduated in centimeter، فلازم ناخد سكيل. هذا بنسميه نحن السكيل of speed او of velocity. اوكي، ف بنجيب اللينث by using the scale. اول شيء بدي طلع اللينث لهود الفيلوسيتي v3 فاكتور والv5 فاكتور، فبنقول 2 سنتي 2 سنتيمتر هو عبارة عن 1 متر بير سكند، فمنقول للفي 3 مثلا هي 2 متر بير سكند، بنحطها تحت المتر بير سكند، وبنطلع هون بنطلع الاكس. طبعا هذا الاكس هو اللينث، هذا الاكس هو اللينث. اوكي، اوف V3
فيكتور. اوكي، فبيطلع طول ال V3 فيكتور اللي بدي ارسمه هيطلع معي equal بضرب 2 متر بير سكند بال 2 سنتيمتر وبقسمه على 1 ميل متر بير سكند، بيطلع معي 4 سنتيمتر. اوكي، هلا طبعا اذا بدي ارسمها انا على الفيجر بدي هون اقسمها على 2 لانه هلا بدي ارسمها على الفيجر، فبيطلع معي 2 سنتيمتر اذا بدي ارسم انا ال velocity vector على الفيجر. فبرسم ال velocity vector طوله ال length له 2 سنتيمتر، ونفس الشيء لل V5 كمان بما انه عنده نفس ال السبيدز فحيطلع عنده نفس ال نفس ال length. اوكي، فاذا هون ال length of V3 equal 4 سنتيمتر وال length of V5 equal 4 سنتيمتر، ف on the graph حيطلعوا 2 سنتيمتر. اوكي، طيب هلا لارسم ال V3 vector، هلا ما ننسى نحن ال V3 vector هو بيساوي M2 M4 على 2 تاو. اوكي، طبعا هون M2 M4 vector. هلا شو بيستفيد من هذا الاكسبرشن؟ بيستفيد انه ال V3 vector وال M2 M4 vector they have the same direction، وما ننسى انه ال V3 vector دايما بيكون tangent على ال trajectory at position M3. طيب لارسم ال V3 vector اول شي خليني اوصل ال M2 بال M4. اوكي، وبرجع برسم ال velocity V3 vector، طبعا حيكون هو parallel، حيكون parallel لل M2 M4. اوكي، فاذا هذا ال V3 vector واكيد بنرسمه ال length له حيكون 2 سنتيمتر، حيكون 2 سنتيمتر. طيب what about V5 vector، velocity V5 vector؟ كمان ال V5 vector حيكون parallel لمين؟ لل M4 M6 vector. فلارسم ال V5 vector بوصل اول شيء ال M4 بال M6 وبرجع برسم ال velocity vector V5 which is tangent to the trajectory at M5، وحتكون هي عندها نفس الدايركشن مثل ال M4 M6. اوكي، هي بكل بساطة كيف بنعمل representation لل velocity vectors. اوكي، هلا determine the magnitude of the acceleration vector at position M4. بدي طلع magnitude of the acceleration على position M4. هلا مثل ما بنعرف نحن ال A4 vector بتساوي ال V5 vector minus V3 vector على 2 تاو، طبعا باخذ اللي قبل واللي بعد، وال V5 minus V3 vector هو بيساوي، يعني هو اساسا هو دلتا V3 5 vector بينكتب هيك. هلا what do we conclude from this expression؟ انه ال A4 وال دلتا V3 5 vector have the same direction. طيب كيف نطلع الماجنتيود؟ فاذا الماجنتيود لل A4 vector هو حيكون الماجنتيود لدلتا V3 5 vector على 2 تاو. اوكي، هلا لطلع الماجنتيود للاكسلريشن vector at t instant t4 لازم طلع الماجنتيود لدلتا V3 5 vector. اوكي، طيب كيف نطلع الماجنتيود اوف دلتا V3 5 vector؟ اول خطوة بنعملها هو انه نرسم الدلتا V3 5 vector. كيف بنرسم الدلتا V3 5 vector؟ مثل ما بتتذكروا بنعمل translation لل V3 vector على ال point M4، بنعمل translation لل V5 vector كمان على ال point M4 مثل ما حتشوفوا هلا. هذا ال V3 vector عملت له translation من هذه النقطة لهذه النقطة، لأنه أنا ال point of interest النقطة اللي مهتم فيها هي ال M4 لأنه عم جيب أنا ال acceleration A4.
كمان نفس الشيء ال V5 vector بعمل له translation من النقطة M5 للنقطة M4. هيك كنا نعملت translation لهذا ال velocity vector. طيب هلأ كيف برسم ال delta V3 5 vector؟ لأن احنا بنعرف انه ال delta V3 5 vector هو بيساوي V5 vector minus V3 vector. ففينا نقول إذا جبت ال minus V3 vector لهذه الجهة فحتصير هون delta 5 delta V3 5 vector plus V3 vector حتساوي ال V5 vector. ففينا نقول هون إنه ال V3 vector plus هذا الفكتور اللي هو هذا حسميه دلتا V3 5 فكتور. فإذا ال V3 vector plus هذا الفكتور اللي هو دلتا V3 5 vector حيكون بيساوي ال V5 vector. فدايما أنا بس بدي أرسم الدلتا V3 5 vector برسمه من راس ال V3 vector لراس ال V5 vector. أوكي هذه أول خطوة رسمناها، أول خطوة عملناها إنه رسمنا دلتا V3 5 vector. تاني خطوة نقيس قديش طولها، فبنستخدم المسطرة بنقيس ال length لهذا الفكتور. فبيطلع معي ال length طبعا by using the ruler length of دلتا V3 5 vector حيساوي تقريبا، طبعا اذا رسمينا انتو على الدفتر حتكون تقريبا 1.1 سنتيمتر. فبنضربها باثنين حتى نطلع الريل لينث، فحتطلع معي 2.2 سنتيمتر. اوكي طيب هيك طلعت اللينث. تالت خطوة هو انه استخدم السكيل تبع السبيد حتى to find the length of، طبعا the length of شو اسمه حتى نطلع length، لا حتى طلع هون to find the magnitude. هون عفوا خطأ مطبعي، بستخدم scale to find the magnitude of delta V 3 5 vector. اوكي اذا بتتذكروا السكيل اوف سبيد هو كان معطيني اياه 2 سنتيمتر، كان جيفن هو عبارة عن 1 متر بير سكند، 1 متر بير سكند. اوكي قديش طلع معي اللينث اوف دلتا في 3 5؟ هو 2.2 سنتيمتر، فبنحطه تحت السنتيمتر وهيك بنكون طلعنا هون الماجنيتيود اوف دلتا في 3 5 فيكتور. اذا عملنا نحن حساباتنا ضربنا هاي بهاي قسمي هاي حيطلع معي 1.1 متر بير سكند. اوكي صار معي هذا الماجنتيود لدلتا V3 5 فيكتور. هلا بكل بساطة شو بعمل؟ بعوضه فوق، بعوضه بهذا لطلع الماجنتيود اوف A4 فيكتور. فبعوض 1.1 متر بير سكند قسمي 30 ملي سكند، يعني هي 0.03 سكند. فبيطلع معي الماجنتيود اوف ذا اكسلريشن A4 تقريبا 36.7 متر بير سكند سكوير. اوكي فاذا لطلع الماجنتيود اوف ذا اكسلريشن فيكتور A4 اول شيء لازم طلع الماجنتيود للدلتا V3 5 فيكتور.
هلا لطلع الماجنيتيود اوف دلتا في 3 5 فيكتور، لازم اتبع هدول الخطوات. هذه اول خطوه، هذه الثانيه، وهذه الثالثه. اول خطوه لازم ارسم الدلتا في 3 5 فيكتور. كيف برسم لهذا الدلتا في 3 5 فيكتور؟ بعمل ترانسليشن للفي 3 فيكتور على الام 4 لانه هذا البوينت اوف انترست، وكمان الفي 5 بعمل له ترانسليشن من الام 5 على الام 4، وبرسم الدلتا في 3 5 فيكتور من راس ال V3 vector لراس ال V5 vector. اوكي، هي اول خطوة رسمناها. تاني خطوة بقيس طوله لهذا ال vector، بستخدم المسطرة وبقيس طوله لهذا ال vector. حيطلع معكم 1.1 سنتيمتر تقريبا. لطلع له الريل length بضربه باتنين، فبيطلع معي 2.2 سنتيمتر. طيب تالت خطوة، بستخدم السكيل اوف سبيد تو فايند ذا ماجنيتيود اوف دلتا في 3 5 فيكتور. ما ننسى انه السكيل تبع السبيد كان عاطيني اياه على هذا الشكل، هي 2 سنتيمتر، هي عبارة عن 1 متر بير سكند. وبنحط اللينث اللي طلع معي للدلتا في 3 5 فيكتور 2.2 سنتيمتر، بنحطه تحت السنتيمتر، وبنطلع الماجنيتيود للدلتا في 3 5 فيكتور اللي هو 1.1 متر بير سكند. شو برجع بعمل؟ باخد الماجنيتيود وبعوضها هون ليطلع معي الماجنيتيود اوف A4 فيكتور اللي هو عبارة عن 36.7 متر بير سكند سكوير. اوكي، هلا عم بيقول لي represent the acceleration A4 vector، يعني بدي ارسم ال acceleration A4 vector at position M4 using the scale. طبعا عطيني scale تبع ال acceleration، ما ننسى ال acceleration unit لإلها هي meter per second square. اوكي، لارجع اذكركم هذا delta V3 5 vector. اوكي، طيب لارسم الاكسلريشن A4 فيكتور لازم اعرف قديش اللينث لإله. طيب لاعرف قديش اللينث بستخدم هذا السكيل تبع الاكسلريشن اللي هو كل 1 سنتيمتر هو عبارة عن 5 متر بير سكند سكوير. قديش طلع مع الماجنيتيود؟ طلعت الماجنيتيود هي 36.7 متر بير سكند سكوير. دايما بنحط اليونتس اللي هن بيشبهوا بعض بنحطهم تحت بعض، وهون بنطلع الاكس. طبعا الاكس هو length of the acceleration vector، فحيطلع معكم الجواب تقريبا 7.3 سنتيمتر، لانه ما ننسى انه هذا بيروح اليونت متر بير سكند سكوير بيروح مع المتر بير سكند سكوير، بيبقى عندي سنتيمتر. طيب اوكي، هلا on the figure اذا بدي ارسم الاكسلريشن فيكتور على الفيجر لازم اقسم ال 7.3، يعني الاكس لازم تساوي 7.3 سنتيمتر مقسومه على 2، فحيطلع معكم 3.7 سنتيمتر اللي هو اللينث. هذا اللينث of A4 vector، يعني A4 vector بدي ارسم طوله هالقد. اوكي، هلا بما انه هو عم برسم انا ال acceleration A4 vector، فبدي ارسمها اني على البوينت M4. اوكي، وما ننسى انه ال A4 vector مثل ما قلنا بالسلايد اللي قبل هو حيكون parallel لمين؟ حيكون parallel للدلتا V 3 5 فيكتور. فالرسم حيكون على هذا الشكل مثل ما ملاحظين، هذا حيكون بارلل لمين؟ لهذا الفيكتور. طبعا هذا الفيكتور هو الاكسلريشن A4 فيكتور، وتقريبا حيكون طوله حترسمه 3.7 سنتيمتر. اوكي، وحتلاحظوا انه هذا الاكسلريشن
فيكتور اي 4 هيكون directed towards the center of the circle. اوكي هذا هو البروبلم 27. تحضروا اي سؤال بنناقشه بعدين ان شاء الله. يعطيكم العافية.